ويل من الله بس. تتوالى الأزمات على اللبنانيين الذين باتوا لا يعلمون من أي اتجاه تأتيهم الضربات، وليس آخرها ما ستلجأ إليه المصارف لتقويض آخر ما تبقى لهم من أسباب الصمود، الراتب الشهري، حيث قد تلجأ الأخيرة إلى إقفال مئات آلاف حسابات التوطين لزبائنها الموظفين. فما السبب الذي سيدفع المصارف لاتخاذ هكذا إجراء؟ وما علاقة تجارة التشيكات؟ تجارة التشيكات يعني هي من المفروض أنه معاقب عليها بالقانون، أنه ما في أنا مارس مهني منا مرخصة لإلي. يوم اللي عم تعملوا الشركات إذا عندها مثلا أجور شهرية خليني أقول بمئة مليون ليرة، عم بتروح تشتري من السوق تشيك مئة مليون ليرة عم تشتري بستين مليون ليرة يعني كاش، وبتروح بتحطه بحسابها، وهي عم تدفع للموظفين من هذا التشيك، بالمقابل هي فعليا مش مكلفة إلا 60 مليون ليرة. ما عم يقدر البنك يقدر يقول إذا كانت هاي الشركة مشتريته من السوق ولا عن جد قبضته من واحد نتيجة خدمة معينة أو عمل معين. وهذا الأمر عم يأذي بالدرجة الأولى يعني للمودع اللي بيع التشيك، هو من إذي بشكل كتير كبير، ولكن أيضاً عم يأذي البنوك، لأنه البنوك عندهم كوتا بالليرة اللبنانية، دفع المبلغ هذا عم يكلهم من الكوتا تبعولتهم. الشركات بلشت عم تلعب، عم بتفوت بلعبة التشيكات، وحقيقة يعني صارت بالنسبة لها الأرباح طائلة. يعني مثلاً شركة عندها موظفين صارت عم بتحقق أرباح نتيجة دفعة لمعاشيتهم، عم بتحقق أرباح. هاني يعني من الممكن أن تعمل بعض المصارف إلى إقفال حسابات التوطين تبع الموظفين. إنها الكارثة الكبرى، فهذا الإجراء سيخلط الأوراق ويحدث إرباكاً في أوساط الموظفين الذين لا تكفيهم رواتبهم أصلاً، فكيف سيتقاضون هذه الرواتب في ظل الواقع المستشد؟ والسؤال الأهم الذي يخطر في بال الجميع، هل ستتأثر قيمة الرواتب؟ الشركات ستعمد إلى الدفع كاش، بس المشكلة هي قصة العزل من النظام المصرفي لهالمودع هذا، يعني كتير خطر، لأنه معناته عم تمنع شخص من أنه يكون موجود بالنظام المصرفي. الشركات عم بتحقق أرباح من وراء دفع أجور موظفينا بواسطة التشيكات المصرفية يلي عم تشتريون، وفي حال أقفلت المصارف حسابات التوطين ممكن الشركات تحمل حالة وترجع تقول لهم بما أني عم بدفع لكم كاش، فإذا أنا بدي نزلكم من قيمة أجوركم الشهرية. إذن أيها اللبنانيون، استعدوا لأن سوس الفساد سينخر رواتبكم ويفتتها لتخسر المزيد من قيمتها بعد أن تراجعت بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار. والسؤال لكم، هل ستصمتون عن تقليص قيمة رواتبكم مجدداً؟ شاركونا تعليقاتكم.